فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التوكل على المخلوق توكلا ليس مطلقا هل يكفر بذلك صاحبه؟ لا يتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا، قلنا هذا حصر، أي لا تتوكلوا على غيره. وفيه فرق بين التوكل والتوكيل. التوكل هو نوع من أنواع العبادة، أما التوكيل فهذا جائز، توكل من ينوب عنك في كذا وكذا. نعم، فتقول وكلتك ولا تقل توكلت عليك. نعم.